الحين انت وراك جالس في الزاويه كانك مفك صلصه، ورا ما تطب تتحرك، خذ لك فره. فره شايفنا بالتون يا ورع. بعدين وش وضعك انت وخشت الفحم ذي اللي لابسها؟ يا للذبه النايمه. ذبه نايمه مب نايمه؟ تبيني اسبح؟ طب طب وطب، ولا ما تعرف تسبح وخايف تغرق؟ يا حبيبي سبحنا بمحيطات مو بعاد شاليه. وصل 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 وصلت العصيرات. مين قال عصير؟ جئت وجابك الله. انا ابغى البوكس كامل، ابغى اخذ لي كم سناب على المسبح. يا ليل التشخيص النايم، مسوي فيها في المالديف انت. عطني عطني فوكادو. بالله شكش لا تعطيه، خذ العصير وذبه في المسبح، نبغى نشوف يعرف يجيبه ولا لا. لا يا شيخ مسوي تحجر، ذبه اذا ما جبته بسناني ما اكون عامر. يا ابوي اعترف، تعرف تسبح ولا عليمي؟ عليمي انت واشكالك؟ ذبه علمك من العليمي الحين، ذبه. هيا جيبه. يا عيال وش سالفكك؟ خلنا نروح الاستراحة. استراحة استراحة، انت ما مليت من الاستراحة؟ يلا وش عندك جدول؟ متعنا سمعنا. عندي نستاجر دراجات وكذا لفلفة فادي حنيفة، ولا كيف يا عامر؟ ها يا عيال ابي اصير كابتن طيار. كابتن فريق ما تقدر، وانت حتى لحق كور ما تقدر. يا ورع ايش فيك تحطم خوينا؟ ما عليك منا يا عامر، تراك تقدر قدها وقدود. حقودي تري حقود؟ ما انا حقودي، انا اعرف عامر ما يقدر. دامك دخلتها براسي يا كفته، اذا ما سويتها ما اكون عامر. يلا يلا يا شكوش اضغط مثلث. يا سبها، انا اللي مهاجم، ايش دخل شكوش؟ انا اقصد اني مع الكوره، يضغط مثلث. يا فقي احنا في منطقه الدفاع، كيف نضغط مثلث؟ هذا التوجيه اللي ربنا يحرمنا منه. سلام يا عيال. الشرطة بوليس. بوليس شايفنا في فيلم مصري. أنا عامر يا درج. هذا صديقي عامر، اشتغلت بالفندق. فندق بعينك، أنا كابتن طيار اللي من بقايل. والله سويتها وحققت حلمك يا بطل. أكيد بيسويها، صار لسنتين الذيبان. حياك الله، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. قويكم إذا حط شيء براسه سواه، وشكرا لك يا كفتة أنك حطيتها براسي. ورا ما تقوم تسلم مثل العيال، ولا ماني مالي عينك؟ لا لبسك هيبة خوفتني. تفضل تفضل يا عامر تفضل. أسري حيو. ما عليك منا يا عامر، بالله علمنا كيف سواقة الطيارة؟ نفس السيارة ولا تختلف؟ تختلف 180 درجة. أوب. طيب طلعت رخصة لسه؟ لا علي مخالفات بسددها بعدين أطلع رخصة. تستهبل أنت؟ توني جاي من رحلة 10 ساعات. بالله عامر تكفى، صورنا شكل الطيارة وانت تسوقها. أصور غيركم يا خوي، أنتم تطلعون. إيه لازم نشوفك، يمكن انك مختفي في البيت مسوي نفسك تدرس. يا عيال سكتوا ذا. اسكت يا فقنا تخرب علينا الرحله. يعني شلون بتاخذ فينا فره؟ وين فره يا ابو فره؟ راكبك سنت. يا عيال بكره عندي رحله لجده، تطلعون معي صد رد. ابرسل لكم على الواتس التذاكر ورقم الرحله. اوكي اوكي. انا معاهم عامر. طبعا انت معنا.